فرصة كبيرة. ما أدري إيش زرنت اللي تريد ترى تبقى ها. فرصة كبيرة. يلا. إيش زرنت اللي تريد. بوتو بديش. ما. اسمع اسمع. دين 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 دين. تليفريك زوين هاتي من الفوق كي تيتبان مدينه ديال بورصه ما عجبتني ما كرهتش نعاود صراحه ديزاين فراستركتور زعما برافو عليك احنا باقي نكملوا الدويره ديالنا قال لك بكري هذا كان حمام الشلبي ديال شي سلطان وردوه سوق 1500 باص عند 500 تاعنا يلقى عنده الأحجار عنده واحد الأحجار تتلونوا معاه كل مرة تعطيه لون نشوفوا شوية
هذا المنتج كثير حلو. عندي قماش حرير اذا بدك. المغاربه المغربيين بيجوا بياخذوا قماش حرير بالمتر. هذاك رائع. هذا نشيل الطبقه الميته من الحيطه. هي بتستخدمينها لوجهك. لازم تشيلها وماء البحر وماء الورد. الحمام هذا باين قديم. دير بها الحبوس حمام الشيك. في هذا واقي شمسي الكريم فونديشن. هون في فوق حمام بشكل حمام. هون في مسك وي على الشكل ديال الحمام نيت بحال دوك الحمام القدام اللي كانوا عندنا. هنا وين يا شي داك خونا تيدور راه برا شال الزواق كي داير. هذا جامع جو بورصة السلطان شي حاجة شلبي 1500 يعني عنده شي 500 ولا 600 عام الجامع وصغير ولكن مصاوب زوين. نصور عليكم لي ديطاي ديالو.
التغيير ديال الرشات هنا هذيك سالينا هذا الحمام ديال هذاك السيد شلبي السلطان اللي كان قديم الجامع ديالو. دابا غنشوف واحد البلاصه اخرى على الثاني في نفس واش هو جامع اخر ولا دارو ولا شي حاجه بحال ما هكا. محمد سلطان شلبي واش القرن 15 ولا 1500 ولا شي حاجه بحال ما هكا. خونا حبسنا كدير هاز اتاي قال لي ما تدخلش بيه نمشي نلوحو ندخل. بعد فهمت هاد العيبه هادي قبر ديالو ديال داك السلطان. السلاطين الصغار تما دافنين وحده بحال الضريح الجليج ديالو قديم البني ديالو قديم.
كنظن هذا كان وقيلة كان جامع، فاش مات وقيلة قال لي مدفنوني في هذا الجامع، حيت هو سميتو المحراب فين تيصلي الإمام، هو كاين صافي من جامع وقيلة ردوا داري بقاو تيدفنوا فيه السلاطين. القضيه اللي تدخل هنا تدخل تيدعي عندهم هنا تيدخلوا تيبداو تيديروا الدعاء ترحموا عليهم وقيلا تيدعيوا ماشي حاجه الا بغاو. Yes, make time, but we can't. Yeah, make time.